السلام عليكم. لعبنا يا جماعة أسبوعها راح يكون عن Programming and Testing the Altera Board. الهدف الأساسي من اللعب زي ما مكتوب هون إنه راح نعمل تيستينج لأول مرة الديزاين تبعنا، راح نعمله على هاردوير، بخلاف اللعبات الماضية اللي كان عندنا نعمل إحنا الديزاين تبعنا على الكوارتز سوفتوير، بعدين نعمل ويف فورم، بعدين نعمل آخر شيء سيميليشن حيث نشوف قيم الأوتوت بناء على قيم الإنبوت الموجودة بالويف فورم. هون الاختلاف انه راح يكون عندنا ريال تايم تيستينج على هاردوير، تمام؟ فبحتاج ان نتعرف على او نستخدم هاردوير ديفايس اللي هي راح تكون عندنا هون دي اي 1 بورد، راح نشوفه بالجزء الثاني ان شاء الله من هذا الشرح. اللي بنعرفه انه السيميليشن مش شرط تعطينا القيم الصحيحه، عشان هيك سميناها احنا هون بري كالكوليتد فاليوز. اما القيم اللي راح تكون صحيحه ومتاكدين منها 100% راح نشوف على الهاردوير. هذا الاختلاف الاساسي بين اللاب اليوم واللابات الاربعه اللي راحن. هسه الجزء الاول من الشرح راح يتركز على 7 سيجما ديسبلاي، بعدين راح نيجي ان شاء الله على الجزء الثاني اللي هو البورد، نحكي عنها بالتفصيل وعن خصائصها وكيف نستخدمها وكيف ونعمل ديمو سريع لللاب اليوم. السبن سيجمنت ديسبلاي، الأول شيء سبب التسمية إنها مكونة من 7 سيجمنت زي ما تشايفين A B C D E F G. طبعاً ترتيبها جاي على شكل رقم 8 بالإنجليزي. الأحرف هذول هم ID لكل سيجمنت، يعني هذا اللي فوق دائماً اسمه A، يعني اليمين B، أوكي C، يعني هاي الأحرف أو IDs ثابتة لكل سيجمنت، حيث إنه ما بصير إحنا نغير بالIDs لأنها هي جاية هيك من أول، يعني من كل الشركات تعرفت على هاي التسمية. سواء جاك بامتحان أو بالكويز أو ما جاكيش هذا الديزاين أو هاي الرسمة عشان تعرف ترتيب السيجمنت بناء عليه، عشان راح تحل الأسئلة اللي تستدعي تستخدم الـ 7 سيجمنت ديسبلاي. نعطيك طريقة إنه كيف تحفظهم. الـ A أول شيء اللي هي فوق، بعدين تمشي باتجاه عقارب الساعة A B C D E F G، تمام؟ هاي بالنسبة لترتيب السيجمنت. أوكي، هسا المعروف إنه عشان نعرض رقم أو حرف أو كاركتر أو سيمبل على هاي السيفن سيجمنت، طبعا أنتوا أكيد تشوفوها كثير بالأيام هاي بالمولات، حتى هون بالجامعة في عنا بوابة الجامعة، بالساعات، بالسيارات، كثير أبليكيشن صارت تستخدم السيفن سيجمنت ديسبلاي. نعرض عليها أرقام، تواريخ، سرعة بالسيارة مثلا، مسجات إلى آخره. هسا المهم لانه نعرف انه اكيد عشان نعرض رقم معين، خلينا نحكي مثلا 5، راح يكون عندنا الاي الاف جي سي دي راح يكون اون، وبي واف واي راح يكونوا اوف. نعرض مثلا رقم الحرف اي كابيتال، بده يكون عندك الاي والاف والاي والبي والسي اون، والجي والدي اوف، وهكذا. يعني شيء اكيد عارفينه انتم، بس بهمنا نعرف انه كيف الديزاين تبع، او خلينا نحكي السكيماتيك او الكونكشن لكل سيجمنت، كيف بعض كيف بطفي على اي اساس. هون بيجي موضوع انه نتعرف على تو سكيماتيك لكل ليد، يعني كل ليد عندنا هنا وعباره عن ديزاين كالتالي. هاي احنا مثلا رسمه ثانيه بتوضح تفاصيل دقيقه لجوه لكل سيجمنت جوا 7 سيجمنت ديسبلاي. في عندنا زي ما حكينا طريقتين للتصميم او للكونكشن لكل ليد. في عندنا شيء اسمه كومن انود او كومن كاثود هنا، وهون كومن انود. الكومن كاثود انه الكاثود تبع كل ليد، احنا زي ما بتعرفوا انه كل سيجمنت من دول السبعه هو عباره عن ليد، بتعرفوه المفروض انه ماخذينه بالفيزياء بالايام التوجيهي، اللي هو عباره عن دايود له قطبين موجب وسالب، او الانود والكاثود. هون بالكومن كاثود بيكون الكاثود ثابت لكل، شوفوا الكاثود لكل سيجمنت او لكل ليد كلهم واصلين على مكان واحد اللي هو الجي ان دي، هون سواء هون او هون، اللي هم بيكونوا ثابتين على جي ان دي. طبعا الجي ان دي هي عباره عن الجراوند، او خلينا نحكي هي 0 فولت، تمام؟ 0 فولت. بنفس الديزاين بيكون الانود لكل سيجمنت بيكون فري، بحيث انه ممكن نوصل عليه قيمه احنا بدنا اياها، هي 0 يا 1، عشان نعرف انه يكون شغال او مش شغال. هسه هون عشان مثلا خلينا نحكي انه بدنا السيجمنت اي بدنا اياها تكون شغاله، شو بدنا نعطي للانود هون اللي هو بستنى منه قيمه؟ احنا حكينا الكاثود ثابت هون على الجراوند، عشان نعطيه عشان يقضي هذا السيجمنت
هون عندنا 0 فولت ما حكينا، الجراوند 0 فولت. عشان رياضي لازم نعطيه هون في يكون في فرق جهد، لازم نحط عند الاي 5 فولت. ال5 فولت احنا بنترجمها بالديجيتال للوجيك 1، لوجيك 1 يعني قيمه الرقم اللي هي 1 بالباينري. فواحد ودخلنا واحد على الاي اللي هي 5 فولت، فبصير عندنا فرق جهد هون 5 فولت وهنا على الطرف الثاني 0 فولت، فبالتالي بيطلع لنا في فرق جهد. اذا صار في فرق جهد بيمر تيار، واذا ما تيار اكيد بده يقضي قلت. هذا هي معلومات ماخذينها انتم بالفيزياء. فبالتالي هون باختصار بالكم الكاثود عشان نعرض اي، او خلينا نحكي عشان يقضي اي ليد، لازم نحط على سيجمنت او قيمه السيجمنت اللي بدنا اياها، سواء A او B او C او D الى اخره، نحط قيمه رقم 1 او لوجيك 1. عشان نخليها طافي لازم نحط له صفر، تمام. العكس بالكومون انود، الكومون انود انه الانود لكل، او القطب الموجب لكل سيجمنت او كل ليد بيكون ثابت. هنشوف هذا الانود هون ثابت على الفي سي سي، هذا نفس الشيء، كلهم واصلين، كل الانود واصلين على مكان واحد سواء هون او هون، يعني هو الفي سي سي. الفي سي سي قيمتها اللي هي 5 فولت او لوجيك 1، تمام. يعني بس نحكي في سي سي معناته لوجيك 1 او 0 فولت. هناك حكينا جراوند معناته 0 فولت او ايش لوجيك 0. طيب هون اللي الطرف الثاني اللي هو الكاثود او القطب السالب هو اللي بيكون فري وبستنى قيمه، عكس هناك. هناك كان الانود هو اللي بستنى القيمه، هنا الكاثود. فهون بما انه حكينا عشان نخلي الليد اي مثلا شغال او السيجمنت اي شغاله، هون احنا عارفين انه واصل عليها 5 فولت اللي هي اللوجيك 1. عشان تقضي السيجمنت اي لازم نحط هنا يكون في فرق جهد، اذا عشان يكون في فرق جهد لازم نحط عند الاي 0 او جراوند، تمام، 0 فولت او جراوند او اللوجيك 0، كلها نفس المعنى. فهون عكس كومن كاثود، الانود عشان يقضي الكومن انود عشان يقضي الليد لازم نحط قيمه صفر. ليش؟ لانه بدنا فرق جهد، هون في 5 فولت على الطرف الثاني، 5 فولت ناقص 0 معناته في فرق جهد، اذا صار في فرق جهد معناته راح يمر تيار ويقضي الليد، تمام. هذا الشيء بنطبق طبعا كل الليدز او كل السيجمنتس، بنحكي عن بس انا مثال الاي كمان، تمام يا جماعه. هسه اللي راح نعتمده احنا بالكورس هنا اللي هو الكومون انود. فاحنا بجوز انا شرحت لكم كومون كاثود، بجوز ما تشوفوش او تنسالوش عنها مره ثانيه، يعني بس احتياط. احنا بنحب نحكي عن التو ديزاين او تو كونكشنز، بس احنا راح نعتمده هون عندنا الكومون انود. ليش؟ لانه هو كاتب لك هون بالشرح انه ايها انه the leds on the 7 segment display are lit when there is a logic 0 instead of logic 1. يعني بحكي لك انه عشان ياضي الليد او السيجمنت لازم يكون في عنا لوجيك 0 على 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 على, على كل ليد او كل سيجمنت بدنا اياها تاضي، تمام يا جماعه. اوكي، طبعا هو مش جايب، هو مش جايب لك سيره الكومن كاثود والكومن انود، عشان هيك احنا ترينا نشرح. طبعا يعني هاي رسمه ثانيه بتوضح اكثر بجوز الموضوع الكومن انود والكومن كاثود، اللي هو خلينا نحكي عن نركز على الكومن انود اللي بدنا اياه احنا. هاي الكومن انود اللي هي رسمه على اليمين هون، فهون في 5 فولت فايت على، شايفين على كل الانودز تبعات 7 سيجمنت من A ل end G، انسوا هذا اخر واحد اللي هو DB، تمام. فهون ال A هذول الاطراف الثانية اللي هم هذول الكاثود او الاطراف السالبة لكل ليد، هذول هم شايفينها فري. يعني شو معنى فري؟ يعني فلوت، بده قيمة نحط عليها يا 0 يا 1. اذا حطينا هون 0 مثلا، طلع هون A 0 وهون في 5 فولت، 5 ناقص 0 معناته ايش؟ في تيار راح يمر معناته باضي. اما اذا حطينا 5 فولت على الـ على الاي، ف5 ناقص 5 فولت بيطلع لنا ايش؟ 0، فمش راح يمر تيار، فراح يضل الليد طافي، تمام يا جماعه. هاي ضروري ان نعرفها عشان نكمل او نشتغل على 7 سيجمنت ديسبلاي طول الفصل. طيب هيك انا خلصنا الجزء الاول من الشرح، راح يكون الفيديو الثاني ان شاء الله كمان على اللي هو البورد اللي هو DE1 board، راح يكون مصور على البورد نفسه، بحيث انه نعطيكم تفاصيل ما تحتاجوش اي شيء، بس تبلشوا ان شاء الله شغل باللاب الاسبوع الجاي، تمام يا جماعه، يعطيكم العافيه. طيب يا جماعه، بس قبل ما نروح على الجزء الثاني من الشرح، حاب اعطي امثله انه كيف نعرض رقم معين باستخدام الكومن انود كونكشن. خلينا نحكي لو بنعرض رقم 3 على الشاشه او على 7 سيجمنت ديسبلاي، شو نعطي قيم لل A B C D F G؟ بناء على اللي حكينا قبل شوي انه لازم نعطي الليد اللي بدنا اياه يكون شغال نعطيه له قيمه صفر، صح؟ فهون اذا بدنا نعرض رقم 3 مثلا 3
كويس اللي هي A B C D والجي يكون on الاف والاي بيكونوا طافيات. فشو راح نعطي قيم عشان نعرض رقم ثلاث؟ راح يكون ال A B C D G راح يكون قيمهم صفر صح، بدنا على الكومن انود اللي حكينا عنها. اما ال F وال E راح لازم يكون قيمهم 1 تمام 1. الرقم مثلا 0 كيف نعرض رقم 0؟ كلهم زيروس بنعطيهم قيمة رقم صفر ما عدا اللي هي الجي بنعطيها ايش؟ واحد. اخر مثال لو حكينا مثلا بي سمول، بي سمول اللي هي بتكون اف اي جي سي دي، هاي هي البي سمول شايفينها، هاي البي سمول. فالاي والبي بيكونوا طافيات، فبنعطي الاي والبي شو قيم؟ 1. اما الباقيات نعطيهم قيمة صفر. تمام يا جماعة، يعطيكم العافية.